السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم، صباح جديد ان شاء الله مشرق بالامل وكل حاجة حلوة ان شاء الله. انا النهاردة هعمل فتة سوري، معايا رز بسمتي، معايا صدور فراخ، معايا عيش تورتيلا. انا على طول بشيل بحطه في الفريزر لاي عوزة، احب اعمل بيه شاورما والف واعمله على الجريل على حسب اللي انا عايزاه. اهو بس هو لسه عايز يطرى شوية من الفريزر. معايا زبادي للصوص وهحط عليها طحينه، ومعايا بصل وفي فلفل طبعا الوان هطلعه من الفريزر ساعه وانا على البوتاجاز. فيلا بينا نشوف الطريقه، هتعجبكم جدا جدا، والفته السوري معروف كله عارفها ان شاء الله. فتابعوني لاخر الفيديو، متروحوش هنا ولا هنا. انا اول حاجه هنا هحط العيش، قطعت العيش وهقليه كده قليه صغيره في الزيت كده يدوب بس كده الطعم. وطبعا العيش بتاعي ده هو انت ممكن تعملي بداله العيش اللي هو الابيض الخفيف قوي ده، وتسيبيه برده وتعملي اي عيش عندك يكون بس خفيف وتسيبيه واعمليه كده. هو مفيش حاجه بتقول لا طبعا، زي ما قلت قبل كده ما تخليش حاجه توقفك. انا ده عندي بعمله، ما عنديش بعمل اي عيش. هو ايه، ما بيشربش زيت قوي طبعا، بس ايه بيطعم ال، ممكن احمره كده بحته السمنه بس مش زي ما يتقلى. بدا ياخد لون اهو. اول ما يطلع ارش عليه رشه ملح كده من ملح المبهر اللي عندي، في ايه طعم العيش معايا برضو كده. انا هطلعه على مناديل عشان ننزل كل بس من كده ايه حلو قوي لونه كده. بس يا جماعه انا سجلت الفيديو في اول ما بنزل بالفراخ، بس الظاهر ما سجلش، معلش انا اسفه. انا هنا حطيت معلقه زيت سخن، يا نزلت بالفراخ عليها حطيتها صدمه، وبعد كده رح احط لها شويه ملح صغيرين، ما كترش في الملح عشان كل حاجه فيها ملح عندنا. وحطيت رشه فلفل اسود ورشه حبهان بورق لورا مطحون حبه صغيرين جدا، وبرده ايه ربع معلقه كزبره ناشفه بس كده، وهسيبها ايه تستوي شويه كده لغايه ما انزل عليها باي اضافات. انا هنا يا جماعه اتاكدت خلاص ان الفراخ استوت، هحط شرايح البصل عليها. طبعا اللي مش عايز يحط بصل مش عايز يحط اي حاجه، انا بحبها بالبصل وبحب احط عليها برضو ايه يعني قليل قوي من الفلفل الالوان، يبقى طعمه حلو قوي قوي مع الفته. بره طبعا بناكلها من غير الحاجات دي، ما نحطش عليها لا فلفل ولا حاجه، بس انا بحب احط عليها معانا في البيت، بحب احط عليها فلفل الوان مش كتير. تعتبر ايه يعني شبه الشاورما كده، لكن بره ما بيحطوش بقى فيها الفلفل، وممكن البصل بقى ما شفتش برده بصل فيها لا بسيط جدا. لا احنا متعودين الشعب المصري على البصل،
البصل اقلب فيها كده بس لغايه الفلفل والبصل يتبلوا شويه كده، مش عايزه برده اسويهم قوي. كده انا كده متفضل لي الرز وحمرة العيش وعملت اهو الفراخ، فاضل لي بس الرز والصلصه البيضه. تمام كده انا هنا هعمل الرز، احط معلقه زيت حته السمنة فلاحية مش كتير يعني، انا هنا بل الرز حوالي يعني نقول مقرب على نص ساعة او شوية. بعد تقليه بس كده حط عليه مع حبة كركم صغيرين كده، دي معلقة بودرة زعفران اللي بيتحطوا علينا بيها طبعا، الزعفران نفسه لا بودرة زعفران، انا عايزة بس لونه يتغير. الزعفران طلع كتير معلش، بس بيبقى حلو جدا جدا مع الأكل. هنزل بالمية ملح زي ما قلنا، نخلي بالنا من الملح. طبعا الرز بسمتي بياخد الميه العقد الميه اكتر، بس انا برضو مش بحط له ميه كتير، اول ما يشر اول ما احس ان هو غلى غلوتين كده بوطي عليه على طول. نشوف وهو متشرب، نشوف الرز بتاعنا اهو بقى جميل اهو. هسيبه برده شويه كده على ما نعمل صلصه الزبادي. انا هنا هعمل الصلصه بتاعه الشاورما بتاعه الفته السوري، هنزل بالمعلقه كوبايه الزبادي، احط عليها معلقه مايونيز كبيره، واحط معلقه طحينه طبعا من الطحينه بتاعتي اللي انا عاملاها، اقلبها كويس، احط حوالي معلقه كبيره خل، يا رب يكونوا شايفين كده معلقه كبيره خل، حط معلقه ثوم، الثوم ده حسب رغبتك برضو، انا عشان هنعمها ممكن اضربها بالهاند بلندر عشان تنعم معايا، اديها قليل قوي قوي من الملح حاجه بسيطه كده، وبرده حاجه بسيطه جدا من الفلفل الاسود عشان ما تغمقهاليش. وهضربها بالهاند بلندر عشان ما اصدعكوش، وهوريها لكم في الاخر.
بعد ما ضربتها بالهاند بلندر بقى الصوص ما عندي جميل جدا، ريحته بقى مش قادره اقول لكم. طب يبقى انا كده خلصت الصلصه بتاعتنا، ونخش بقى على طبق الشاورما الجميل بتاعنا. انا هنا هعمل طبق الفته الجميل بقى بتاعنا، حط شويه عيش متكترش عشان نحط عليه شوية صوص مش كتير. حط هنا شوية رز، هي طبقات ممكن نعملها، تعملي بقى كذا طبق اللي قاعد. ممكن تحطي شوية رز كمان على فتة. طبعا الطبق هنعدله طبعا مش هيبقى كده، انا عايزه الصوص طبعا يبقى ايه وانت بتاكليه، يبقى مدخل في طعمه كل حاجه. خلص بقى خلصوا وتشوفوه معايا. وادي الفته السوري الجميله اللي احنا بدأناها، بصوا جمالها حلوه جدا جدا مع الصوص بتاع الزبادي والمايونيز، حلوه قوي قوي. جربوها تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، واحلى كومنت منكم كده يوصل لي ان شاء الله. اشوفكم على خير حبايبي مع وصفات ماجي حسن، الى اللقاء.